السادس للقرآن الكريم ذكر ومذاكرة. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. يا معشر قريش، يا معشر قريش، إلي يا معشر قريش. ويحك يا أبا سفيان، مالك؟ محمد يا خون، محمد استنفر العرب وجاء لحربكم. هذا محمد يفعل هذا؟ من أخبرك؟ نفر من قريش، ذاك هو محمد، على بعد مرحلة منكم، نزل في الحديبية ب700 من الأعراب. فما ترون يا معشر قريش؟ أرى أن تجمعوا الجموع وتعدوا العدة لحربه قبل أن يدخل عليكم علوة عقاذاركم وأنتم لاهون غافلون. أجل، إنه لن يدخل مكة علينا أبدا. إلى أين يا بشر؟ إلى رسول الله يا عبد الله. ماذا وراءك؟ أريد أن أخبر رسول الله بأن قريشا سمعت بمسيره فخرجوا معهم الخيل والإبل. قد لبسوا جلود النور ونزلوا بذي طوى. تقول حقا يا بشر؟ أجل، وقد عاهدوا ألا يدخل رسول الله عليهم مكة أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: يا ويح قريش، لقد أكلتهم الحرب، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب؟ فإنهم أصابوني كان الذي أرادوا، وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وافرين، وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة. فما تظن قريش؟ فوالله لا أزال أجاهد على الذي بعثني الله به حتى يظهره الله. وقد عاد بديل بن ورقاء الخزاعي. بما جئت لنا من عند محمد يا بديل؟ تكلم يا معشر قريش. ماذا؟ انكم تعجلون على محمد، فما هو بالذي تظنون؟ وما ذاك؟ افصح. ان محمدا لم يأتي لقتال، وانما جاء زائرا هذا البيت. وقد خدعت يا بديل. لا، ولكن هذا ما اخبرني به محمد. وان كان كما اخبرك به فإنه لن يدخلها علينا عنوة أبدا، وإلا تحدث بذلك عن العرب. ها، ماذا ترى يا سهيل بن عمرو؟ أرى أن نبعث رجلا آخر إلى محمد يستوثق عما جاء به. ها، ماذا ترون يا معشر قريش؟ اغدوا إلى محمد يا مكرز بن حفص وسله عما جاء به. هيا. اللهم اغذر قريشا، اللهم اوقع الرعب في قلوبهم. انهم لكذلك يا بشر، الم تر انهم باتوا يخشون رسول الله على انفسهم؟ نعم، ان قدوم النبي الى مكة قد زلزلهم وهز كيانهم. اما ترى رسلهم تطرأ الى رسول الله يفاوضونه؟ نعم. اليس هذا دليلا على الخوف والفزع الذي اكل نفوسهم واقض مضاجعهم؟ بل دليل على تعاظم قوة الحق وانتشارها وغلبتها على زيف الباطل وأهله. صدقت يا عبد الله، بالأمس جاء مكرز بن حفص، واليوم جاء الحليس بن علقمة. اللهم زد قريشا فزعا، وأبعد عنهم الطمأنينة، وأنزل السكينة على رسولك. أترى قريشا نازعة عن مناجزة رسول الله؟ لا لا يا بشر،
لن تهدأ أو تستكين حتى تنال منه ما تبغي، ولكن الله سيأتي بنصره لا محالة. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. صدق الله العظيم. وأنت يا حليس، بماذا جئت لنا من محمد؟ لعله جاء بما جاء به مكرز بن حفص. يا معشر قريش، إني لكم ناصح أمين، دعوا محمدا وشأنه فيكف عنكم وتكف عنه. وما ذاك؟ أخبرنا يا حليس. يا قوم اسمعوا، إن محمدا قوي في نفسه عزيز في جنده، لا يخشاكم ولن يعود عما قدم إلي. اجلس يا حليس، فما أنت إلا أعرابي لا علم لك بالأمور. أتقول لي هذا وأنا سيد الأحابيش يا ابن عمرو؟ والله ما على هذا عهدناكم ولا على هذا عقدناكم. إذن فعدت تثبت همم القوم وتخيفهم من محمد. ويحكم، أيصد عن بيت الله من جاء معظما له؟ والذي نفس الحليس بيده، لتخلن بين محمد وما جاء به، أو لأنفرن بلا حبيش نفرة رجل واحد. كف عنا يا حليس، كف عنا حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى. أجل، كف عنا حتى نرى ما يصلح أمرنا. ألا تبعثون رجلا آخر إلى محمد يا معشر قريش؟ بلى نبعث. أرى أن يذهب عروة بن مسعود الثقفي. أجل، أخذ إليه يا عروة، كلم وليرجع عنا ولا يدخل مكة علينا. من الذي يجلس عند رسول الله يا بشر؟ إنه عروة بن مسعود الثقفي رسول قريش. أجاء رسول آخر منهم؟ نعم، كيف لا تفعل قريش وقد أرقها وجود رسول الله في الحديبية. إنهم يخشون أن يدخل مكة محاربا فيصيب منهم فتعيرهم العرب. ويحهم، أما يكف عن عداء رسول الله وحقدهم عليه؟ لن يكف يا عبد الله حتى ينالوا منه إن استطاعوا. والله لقد خاب فألهم وضل سعيهم، إن الله مع رسوله حاميه وناصره. ها قد نهض عروة، كأنه يريد أن يعود إلى قريش. أتراه؟ إن أمارات الدهشة بادية على وجهه. أجل، أدهشه توقير أصحاب رسول الله لرسول الله. أسمعت يا عبد الله؟ إن رسول الله بعث خراش بن أمية الخزاعي إلى قريش. يا ويح قريش، إنها لن تتخلى عن سلطها وغرورها. ها قد انطلق خراش ببعيره إلى مكة. اللهم انصر رسولك ولا تخذله يا رب العالمين. ماذا وراءك يا عروة؟ أمر عجيب يا أبا سفيان، ما رأيت مثله قط. وما ذاك؟ قد سحرك محمد؟ لا يا أبا سفيان، إني ماذا قال لك محمد؟ يا معشر قريش، إن محمدا لم يأتي لحربكم ولا للقتل فيكم، بل جاء زائرا لهذا البيت معظما له. وماذا أيضا يا عروة؟ يا قوم، إني قد جئت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشية في ملكه، فما رأيت اللاتي تعظيم رجل في قومه مثل محمد في أصحابه. أهكذا ترفع شأن محمد يا عروة؟ بل قومه الذين يرفعون شأنه، إنه ما أمرهم بأمر إلا ابتدروه وأخذوا به، ولا توضع إلا كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا عنده خفضوا أصواتهم وما يحدون النظر إليه تعظيما له. تبا لك يا عروة، تبا لك، إنك ما جئتنا بشيء يسرنا. هذا ما رأيت يا أبا سفيان، والله إن قومه لا يسلمونه لشيء أبدا، فانظروا رأيكم. رأينا أن نقتله ونشتت أصحابه. يا معشر قريش، يذهب منكم 40 رجلا بالسيوف والدروع وليطوقوا بعسكر محمد، فيصيب لنا من أصحابه نفرا ثم يعودوا. أجل، اذهبوا، وليعلم محمد أن لن نتركه هواه، وأن قريشا له بالمرصاد. عبد الله، ماذا يا بشر؟
أليس ذاك خراش ابن أمية عند رسول الله؟ عجب، أعلمت أن قريش عقرت جمله وهموا به أن يقتلوه؟ ويل لهم، أيغدرون برسول الله؟ نعم، ولولا الأحابيش منعوه لقتلوه. أتسمع يا عبد الله؟ ماذا هناك؟ لا أدري، إني ألمح فرسانا لعلهم من قريش. تعال يا عبد الله، تعال لنرى ما الأمر. ألم أقل لك إن قريشا لن تكف عن مناجسة رسول الله؟ ولكنهم لم يفلحوا، إن الله قد رد كيدهم إلى نحورهم. جاءوا ليصيبوا من عسكرنا فأطبق عليهم رجالنا، وههم بين يدي رسول الله. وما تظن رسول الله فاعلا بهم؟ لن يكون إلا القتل للمشركين أعداء الله ورسوله. ألا ترى إنهم عادوا من حيث أتوا؟ لعل رسول الله عفى عنهم وخلى سبيلهم. لله ضرك يا رسول الله، إن العفو والرحمة من خلق قناة محبين. سمعت يا عبد الله إن رسول الله يبعث عثمان بن عفان إلى قريش ليبلغهم بما جاء من أجله رسول الله. نعم، ها قد انطلق عثمان براحلته إلى مكة. اللهم عليك بالمشركين فإنهم لا يعجزونك. غدا بإذن الله نلتقي مع السيرة النبوية العطرة. محمد رسول الله. حلقات كتبها للإذاعة إبراهيم سعادة، إخراج محمد فهمي الخولي.